تقبل الله منا ومنكم، عيد مبارك علينا وعليكم. ذهب رمضان بكل ما فيه من فرح، وجاء العيد بفرح جديد، وكل عام وأنتم بخير. أحلى الأيام يا ربي أعدها، كل الأعوام يا ربي أعدها، كل الأعوام. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم، معكم المهندس حازم عبد الله، عقارك هنا للتسويق العقاري والتشطيبات. ياريت اللي لسه مشتركش يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلك كل يوم جديد، وتقديرا للمجهود اللي احنا بنبذله تعمل لنا لايك. يلا نبدأ فيديو النهاردة. ده كده يا جماعة شكل الشارع الرئيسي اللي متفرع منه الشارع اللي فيه الشقة بتاعة النهاردة. الشارع ده عرضه 40 متر. هنا كده بقى بيجي لنا شكل الشارع اهو اللي فيه الشقة بتاعت النهاردة. ده كده شارع عرضه 38 متر. ده كده يا جماعة شكل العمارة من بره. ده كده برج 12 دور. دي كده بقى الشقة بتاعت النهاردة. نبدأ نخش كده ونقول بسم الله ما شاء الله. اول حاجة بيجي لنا هنا باب مصفح. ده باب مصفح يا جماعة. ان شاء الله اللي هيجي يستلم الحاجات اللي انا بقولها دي هيستلم على وضعها بالظبط زي ما انا هقول بالظبط دلوقتي في الفيديو. نبدأ نخش كده. الشقة يا جماعة مساحتها 140 متر تحت العجز والزيادة، 3 غرف وريسبشن ومطبخ و2 حمام. هنا كده جنب باب الشقة جنب الريسبشن بيجي لنا الحمام الصغير. ده الحمام الاول اهو اللي هو الحمام الصغير بتاع الضيوف. طبعا ده ما بيتعملش فيه محارة لان هيتركب بقى السيراميك على طول، بيركب على الطوب كده على طول. ده كده الحمام الاول اللي هو الصغير. الشقة يا جماعة نص تشطيب، خلصانة معانا محارة وتأسيس كهرباء، وبرضو معمول خط إنارة، يعني فيه كمان أسلاك موجودة اللي هي خط الإنارة ده. نبدأ بقى نخش نشوف الشقة وتقسيمة الشقة وجمال الشقة والفيو كمان اللي في الشقة. فيو في منتهى الجمال، فيو مفتوح أعتقد حضراتكم شايفين أهو قدامكم، هوريه لحضراتكم دلوقتي. ده كده الريسبشن. ده ريسبشن يا جماعة قطعتين. هنا كده بيجي لنا المطبخ مفتوح امريكان، يعني هو مش فول امريكان، هو معمول زي فتحه سيرفيس بس كبيره شويه. حابب تقفلها براحتك تقدر تقفلها، حابب تخليها مفتوحه زي ما هي كده برده مفيش مشكله، حابب تصغر الفتحه تكبرها براحتك. هنا كده دي طرقه التوزيع اللي بتودينا على الغرف وبتدخلنا على المطبخ من جوه وعلى الحمام الثاني. هوريها لحضراتكم دلوقتي. 3 غرف ما شاء الله مساحتهم حلوه جدا، اوريهم لكم دلوقتي. تعالوا بس نشوف الفيو الاول. ده كده يا جماعه الفيو قدامي اهو ما شاء الله، فيو مفتوح حلو جدا. العماره اللي هناك دي يا جماعه هوريكم عليها حاجه، خليك بس كمل معايا الفيديو. هوريكم حاجه كده ايه من فوق من على السطح عندي، حاجه برضو ميزه في الشقه هنا هوريها لكم، بس خليكم معايا. ده كده يا جماعه الفيو ما شاء الله من الريسبشن من عندك، ما شاء الله فيو مفتوح مفيش حد قدامك خالص. وهنا طبعا في حاجة كده اللي هو موضوع الجزء ده. ده كده يا جماعة تقدر تسيبه مفتوح زي ما هو كده مع الريسبشن، يبقى معاك بيدي مساحات كبيرة، وتقدر تقفله من هنا من عند السور ده من عند العمود ده، تقدر تقفله تبقى بلكونة معاك. حابب ان هي تبقى بلكونة مفيش مشكلة، حابب تقفلها اولوميتال وكده وتبقى مساحة معاك في الريسبشن برضو مفيش مشكلة، دي ترجع لذوقك ولطلبك انت. ده كده الريسبشن من بره. نبدا نخش بقى طرقه التوزيع ونشوف الغرف معانا والمساحات. هنا كده على الشمال في الباب الشمال ده اللي بيدخلني على المطبخ وغرفتين وحمام، هنشوفهم دلوقتي. بس تعالوا نشوف الغرفه اللي هنا دي الاول. دي اول غرفه اهي يا جماعه ما شاء الله مساحتها حلوة جدا. دي تقريبا 4 × 4.5، 4 × 4.5 ما شاء الله مساحتها حلوة جدا. طبعا الشقة زي ما انتم شايفين كده واخدة وشين معجون، دول كده وشين معجون. لسه انت بقى تدي ايه، تدي الوش النهائي بقى وتدي الايه البطانة واللون بتاعك. ده برضو من هنا الفيو اهو، ده برضو نفس الفيو بتاع الريسبشن.
والغرفه دي معمول فيها اولوميتال. ده كده واضح قدام حضراتكم اهو، شباك اولوميتال. نرجع كده تاني، طبعا مش هذكر حضراتكم، يا ريت اللي لسه ما اشتركش يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلك كل يوم جديد. كل يوم عندنا شقق جديده يا جماعه وعقارات جديده، بس تقديرا للمجهود اللي احنا بنبذله تعمل لنا لايك. ويا ريت برضو يا جماعه نكتب راينا في التعليقات. اي حد عنده راي بحترم كل الاراء، وكل الاراء لها قدرها عندي. دي كده الغرفه الثانيه. دي مساحتها تقريبا 3 في 3 متر و20 سم تقريبا. طبعا الغرف بقول لكم مساحات الصافي بتاعها. دي اهي يا جماعه الغرفه دي اهي ما شاء الله. دي تعتبر تقريبا اصغر غرفه فيهم. كبيره ما شاء الله، تاخد غرفه نوم مرتاحه جدا. بتبص هنا على المنور ده، واللي في الوش ده الشباك تبعك، واللي في الجنب ده برضو شباك تبعك، هوريهولك دلوقتي. يعني المنور يعتبر منور خاص بيك ومنور ما شاء الله زي ما حضراتكم شايفين كده. بعد كده نبدا نرجع تاني. ده هنا كده على الشمال طبعا اللي هو المطبخ المفتوح امريكان او هاف امريكان. طبعا مصطلح هاف امريكان ده من عندي انا، انا اللي مألفه. بس نحاول نقرب المصطلحات يعني. ده كده المطبخ اهو. هنا بصوا يا جماعه في برضه اسمنت موجود، لان كان صاحب الشقه كان بيشطب فيها بس وقف لظروف خاصه يعني، وبيبيع الشقه. السقف اهو معمود المصيص بتاعه. ودي كده الفتحه اهي على ريسبشن. ده كده المطبخ. هنا كده بيجي لنا الحمام الثاني او الحمام الكبير. ده الحمام الكبير اهو يا جماعه، مساحته 2 في 3 تقريبا، او 2 في 2 متر 80. اهو تاسيس الكهرباء اهو يا جماعه معمول جاهز على تدكيك الايه الاسلاك. بس ده هو بيبص على المنور اللي انا وريته لكم من الغرفه اللي هناك، ودي المساحه بتاعته. طبعا المطبخ والحمام بيبقى طوب احمر، بحيث ان انت بتركب السيراميك على الطوب الاحمر. بعد كده هنا بتجي لنا الغرفه الثالثه. دي كده يا جماعه الغرفه الثالثه اهي. دي مساحتها تقريبا 3 في 4.5، 3 في 4.5. دي برضو بتبص من هنا على المنور ده، برضو نفس المنور بتاعك اهو. ده الشباك اللي احنا كنا فيه، وهنا ده شباك الحمام. دي كده الغرفه الثالثه. ودي كده يا جماعه الشقه بتاعت النهارده. بس خليك معايا لسه هنطلع نشوف فوق السطح، عشان هوريك حاجه، هوريك حاجه ميزه حلوه جدا مع الشقه دي. هنا كده بقى يا جماعه ده السطح اللي فوق الشقه بتاعتك. انت طبعا ليك الحق انك تعمل هنا برجوله، هوري لحضرتك ازاي دلوقتي. دي كده المساحه الاجماليه بتاعه السطح. طبعا الاهرامات باينه من هنا اهي. بص بقى هوري لحضرتك حاجه انت تقدر تعمل زيها عندك هنا، ليك الحق وده مكتوب لك في العقد بتاعها، وهوري لحضراتكم دلوقتي. بص كده المنظر اللي هناك ده، اللي هناك دي اهي برجوله معموله فوق السطح، فانت ليك الحق انك تعمل واحده زيها عندك، وده طبعا مكتوب لك في العقد. نراجع مع بعض بقى البيانات مره تانيه كده بسرعه. الشقه مساحتها 140 متر تحت العجز والزياده. الشقه نص تشطيب، محاره وحلوق واتنين وش معجون مع تأسيس وتمديد بعض أسلاك الكهرباء. الشقة تلات غرف واتنين حمام. الشقة في الدور الاتناشر وده الدور الأخير، وليك الحق كمان في إنك تعمل برجولة على السطح من فوق. البرج فيه اتنين أسانسير، عداد الكهرباء على التقديم، الغاز لسه الغاز ما دخلش المنطقة، عداد المية مشترك مع العمارة. الشقة مدفوع لها جدية تصالح ومعاها نموذج تلاتة. الشقة عنوانها الهرم المريوطية بالقرب من دائرة المعادي. الشقة مطلوب فيها 450 ألف. ولأي استفسار أرقامنا موجودة قدام حضراتكم على الشاشة، في رقم فون ورقم فون زائد واتساب. في حالة عدم الرد على طول ابعت رسالة على رقم الواتساب هنرد عليك على طول. مواعيد العمل من الساعة 1 ظهرا وحتى الساعة 9 مساء. أتمنى فيديو النهاردة يكون عجب حضراتكم،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المهندس حازم عبد الله.